اليوم في هذه المناظرة قدمنا نتائج الأولية لواحد استبيان داروا المجلس الاقتصادي بطلب من وزارة التضامن على العقيقات اللي كيكونوا بالنسبة للمرأة في مشاركتها في التنمية ديال البلاد. واللي مهم أن هذا الموضوع ديال هذه الاستشارة يعني نال واحد الاهتمام كبير من أوساط العديد من المواطنات والمواطنين، والمواطنات كانوا هما اللي يعني تطرقوا أكثر في الاستجابة لهذا الاستبيان بواحد بنسبة 75%، بما يدل أن تعطيوه أهمية كبرى وكانوا راغبات باش يترجموا يعني المشاكل ديالهم والآراء ديالهم في هذه المناسبة. إذن كيف يتضح من خلال العدد الكبير من الأجوبة، فإن العوامل الثقافية كتشكل عائقا رئيسيا يعترض هدف طريق تحقيق المساواة بين الجنسين بواحد النسبة ديال اللي كتفوق 70%، ويحول دون تمكين المرأة في المشاركة في التنمية، وذلك فمن الطبيعي للغاية أن يعني أغلبية المشاركين في الاستشارة شافوا بأن المحاربة الصور النمطية اللي كتحط من قدر المرأة ومكانتها في المجتمع يعني كيعتبروها مجالا أساسيا ورئيسيا للعمل من أجل تعزيز مشاركة المرأة في التنمية.